بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري منها والحسون، كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا يمكنكم متابعة حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، وكذلك عبر صفحاتي على تويتر وعلى الفيسبوك، وأيضا موقعي سوقعمر.com. كل هذا وأكثر تجدونه أسفل هذا الفيديو. أصدقائي، في هذه الحلقة سنتحدث عن الاستعداد لغيار الريش عند الطيور. أولا، ما هو غيار الريش؟ تعد هذه المرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها الحسون، يعني المقنين أو الكناري، والتي قد تؤثر على مدى جاهزيته لموسم الإنتاج. بقى أن هذه المرحلة قد يستعصي بيانها سواء على المربي الهوي أو كذلك المربي المحترف، وتكمن الصعوبة هنا في تحديد معناها الظاهر وهو طرح الريش، بل بيانها عن حالات أخرى تتداخل معها وتتشابك ليصبح معها تحديد هذه الفترة أمرا صعبا. وهنا وجب أن نفرق بين 5 أنواع من حالات طرح الريش، يعني التصفية، وقد تحدثت في حلقات فارطة وخصصت كل واحدة، يعني وخصصت لكل واحد من هذه الأشياء خصصت لها حلقة. أولا، طرح الريش الطبيعي وهو الطرح العادي الذي يأتي مرة في العام، يعني في السنة. أيضا طرح الريش المرضي ناتج عن المرض، وكذلك هنالك طرح الريش العصبي، وأيضا طرح الريش بسبب الإهمال، وأيضا طرح الريش بسبب التغذية. أولا، طرح الريش الطبيعي. أصدقائي، هي فترة يمر بها كل حسون أو كناري سواء الفرخ أو البالغ، يطرح فيها ريشه ويجدده بريش آخر جديد، وتكون هذه الفترة غالبا بعد نهاية فترة التزاوج في البرية. لهذا أصدقائي، هذه الحلقة تحفيزية على أن نسرع في تغيير الريش في هذه الفترة قبل أن يدخل علينا فصل الخريف، وهنا يعني تتشابك الأمور ولا نستطيع تجهيز طيورنا للتزاوج، لأنهم يعني لاهين في تغيير الريش. وتغيير الريش هي مدة الفترة التي يغير فيها الريش من أول سقوط ريشة إلى آخر ريشة، يعني حددت قرابة 3 أشهر. لهذا أصدقائي، أنصح بتسريع تغيير الريش عند الطيور في هذا الوقت، يعني فصل الصيف. أولا، طقس حار لا نخشى عليهم من المرض، وكذلك نستطيع أن يدخل علينا فصل التجهيز وهو فصل الخريف، ويكون الطائر جاهز إلى فصل التجهيز، ثم يأتي فصل التزاوج، ومن المحترفين من يقومون بفصل التزاوج بداية من فصل الشتاء، وهنالك من يؤخر هذا الفصل إلى فصل الربيع. أنا أصدقائي، في هذا الدرس سأحفزكم على كيفية الإسراع في تغيير الريش عند الطيور بهذه الطرق والأساليب المتعددة، كي نضمن تغيير ريش في فصل في طقس حار، يعني وهنا نضمن أن الطائر بإذن الله لن يمرض. أولا أصدقائي، التحكم في تغيير الريش عند الطيور بالأساليب متعددة، مثل إنقاص الإنارة الصناعية، وبهذه الطريقة نتحكم في قصر النهار، وعندما يقصر النهار يعتقد الطائر أن فترة تغيير الريش قد حان وقتها. أصدقائي، كما قلت، تغيير الريش يبدأ من بداية الخريف، وبداية الخريف يقصر فيه النهار ويطول فيه الليل، وبهذه الطريقة يعتقد الطائر أن الصيف قد انتهى، وبانتهاء الصيف يأتي فصل غيار الريش. نحن سنقدم له غيار الريش في فصل الصيف، وطريقة يعني جد سهلة، أن ننقص الإنارة الصناعية. هنالك من المربين ومن المحترفين من يجعلون الإنارة الصناعية في الغرفة على مدار اليوم. أنا أنصح بإنقاص هذه الإنارة كي يعتقد الطائر أن وقت النهار قد قصر ووقت الليل قد طال، وبهذه الميزة يكون فصل الخريف على الأبواب، وهنا يستعد الطائر لتساقط ريشة.
نحن نريد إسقاط الريش في الصيف ولا نريد إسقاط الريش في الخريف، كما قلت تجنب لعديد الأمراض ومنها نزلة البرد. كذلك أيضا أصدقائي، الاستحمام بشكل يومي يساعد على غيار الريش بسرعة عند الطيور، فالاستحمام يسهل لها تساقط الريش القديم. وقبل كل هذا يجب عليك عزيزي المربي وضع الطيور في سلاكة كي تسهل لها غيار الريش. أصدقائي، الاستحمام كما ترون أمامكم، يعني الطيور تستحم، الاستحمام بشكل يومي يمهد إلى دخول تصفية أو دخول تساقط ريش مبكر، وهو في هذا الفصل، فصل الصيف، ونحن غايتنا يعني إدخال الطيور في تغيير الريش في هذا الفصل قبل دخول فصل الخريف، كما قلت لعدة عواقب وأسباب ذكرتها سلفا. أصدقائي، الاستحمام بشكل يومي، وأنصح بالاستحمام مزيج من الماء يكون بخل التفاح، أيضا فص من الثوم والماء النقي النظيف، يخلط مع بعضهم البعض ثم يقدم للطيور يوميا على مدار أشهر الصيف، وبهذه الطريقة تسرع في تساقط الريش لدى الطيور. أصدقائي، يعني حتى الطيور يجب عليها أن توضع في السلاكة، لأن السلاكة تكون واسعة نسبيا كالتي أمامكم، قفص كبير نسبيا، طول القفص حوالي 1.20 متر أو 1.50 متر، الأكثرية 1.20 متر. هذه السلاكة يعني تساعد الطائر على الطيران شبه حر، التنقل أيضا بحرية، الاستحمام بشكل يومي، كل هذه العوامل تساعد الطائر على تساقط الريش. أيضا أصدقائي، كما قلت، يعني وضع الطيور في السلاكة كي تسهل لها غير الريش في فضاء يكون واسع من خلاله يستطيع الطائر التحرك فيه بكل أريحية، ويمكنكم أخذ تلقيح ضد مرض الجدري، هذا أصدقائي يجب منصوح به ومهم جدا، تلقيح ضد مرض الجدري. نحن الآن في فصل الصيف، وفصل الصيف أصدقائي فيه أمراض خبيثة يعني تتسبب حتى في موت الطائر، ومن بين هذه الأمراض هو مرض الجدري. ومرض الجدري معروف ومشهور يعني عند كل المربين والمحترفين، لهذا في هذه الفترة، فترة جويلية وفترة أوت، نقوم بتلقيح طيورنا ضد هذا المرض. كيف نقوم بتلقيح الطيور؟ نقوم بتلقيح الطيور أصدقائي عن طريق الذهاب إلى البيطري وأخذ يعني قليل من الدواء ونضعه في الماء ثم نقدمه لطيورنا، هذا هو التلقيح السنوي الذي يقدم للطيور كي نضمن عدم مرضها بمرض الجدري، هذا مرض اللعين. التحصل عليه يكون عن طريق البيطري، وبهذه الخطوات نضمن فترة نقاهة وتغيير الريش في أجواء سليمة وخالية من الأمراض المستعصية. أصدقائي، هذه النقاط التي تم ذكرها هي عوامل رئيسية في تسريع تساقط الريش في هذه الفترة، لأن تساقط الريش المعتاد يكون عند نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف. نحن نقدم هذه الفترة، لا حرج على الطائر، يعني لا يصيبه مكروه إذا قدمنا هذه الفترة، هي فترة تغيير الريش. أولا نضمن أن الطائر قد دخل في تغيير الريش في فصل الصيف، يعني الطقس يكون حار، نضمن أنه لن يمرض بنزلة البرد أو نخشى عليه من الأمراض الأخرى. وأيضا أصدقائي، نستطيع أن يكون لنا الوقت مساحة كبيرة جدا في فصل الخريف كي نجهز طيورنا على إلى التزاوج، وطبعا فترة الخريف تكون فيها، تسمى فيها فترة التجهيز، تقدم فيها الفيتامينات والأدوية والأغذية
كي نجهز طيورنا إلى الموسم القادم وهو موسم التزاوج. هذا كل ما في هذه الحلقة أصدقائي. إذا عندكم سؤال بخصوص هذا الدرس يمكنكم وضعه أسفل هذا الفيديو وبإذن الله سأجيبه. أصدقائي في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.